طبيب الشرعي. انت كنت هتدخل الجيش طبعا يا ابراهيم مش كده؟ لا انا مش هدخل الجيش. ليه؟ يا عم انا جبت اطلع اشتغل جيش بس يوم اروح ما ترجعنيش هناك تاني. عايزين اروحك يعني؟ خرجت من هنا؟ ايوه بقى اروح. طب لو خرجت يعني هتجيب توك توك برضه ولا هتشتغل ولا هتروح الجيش ولا هتعمل ايه؟ انا ما عرفتش اصلا الجيش انا. انت كنت ها؟ تاني غير الكوبرا بانجو. ها؟ بانجو. بالك قد ايه بتشرب؟ الوقت بتاع 8 شهور او 9 كان في حوالي 8 شهور اتعلم هذا الطفل منذ الصغر ان حمايه الارض والعرض والشرف هي كرامه وهي الانتساب للجيش. ايه اللي حصل؟ نزاع نفسي ما بين النفس والروح لا يتوائم ابدا مع هذا الصراع الداخلي ولا احد يحس به. فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنقهر.